تتواصل على مستوى العديد من بلديات ولاية تبسة هذه الأيام عملية الحرث والبذر في ظل غلاء البذور والأسمدة، وكذا صعوبة الأراضي مما حتم على البعض الانصراف عن حرثها، غير أن أمل البقية تبقى معلقة على ما تجود به السماء. تغطية الورد مباركة وعمر بوعكاز. راني خدام أنا، الحرث هنا راهو غالي، البلايص راهم حجرة، كاينة حجرة، الزريعة غالية، الزوالي ما لقاش وين يروح، كل شيء غالي. تركتور بالساعة يخدم، كاينة من 200 150 وروح ما فوق، البلايص حجرة هنا، كل شيء ما كانش شيء اللي يفرح راه، كان حتى شيء. نطلبوا من السلطات تعاوننا بالشيء اللي كاين، بالشيء اللي نقدروا عليه ويقدروا عليه. الحرث كما راكم تشوفوا كاين بلايص ساهلين، بلايص واعرين، الحجرة الصافية، أمور تعبانة. كما راكم تشوفوا الشعير ما كانش ب 600 وما كانش، القمح ما كانش خلاص، الحرث ب 200,000 للساعة، الزريعة ب 150، وحسب أنت أمور الزريعة وشريانها وخدمتها وتعبها. منطقة يعني واش راح نقول لكم، شيء تعب صح. شوفوا المواطن الزوالي تاع بلدي تقول لك راهو تعبان في حاله، شوف كيفاش دعموك كيما تديروا له حل. راه كاينه ناس ما حرثتش على جال الغلاوات هذيا، رانا نحرثوا مرتين وتسمى الناس غلبت ما لقيتش كيف تحرث. يعني كيما نقولوا احنا لازم الدوله تدعمنا شويه وتشوف المواطن هذا، والارض راهي صعيبه ما كاينش، يعني الناس ما لقيتش باش تحرث. هنا رانا عجزنا حتى على الحرث هنا بالنسبه للاراضي تاعنا، الشعير راهو ب 650 حتى ل 700,000، القمح ثاني كذلك، الارض راهي صعيبه، لازم اللي تيحرث شكار لازم يحرثها مرتين، الساعه تاع تراكتير راهي ب 180 حتى ل 200,000 بها بالزراعه تاعها، وراهو الاكثريه تاع المواطن على حسب الغلاوات هذه اللي راهي يعاني منها ماهوش راه يحرث، يعني الارض كلها راهي قليل اللي يحرث، اللي هو قادر عنده شويه ما بين يديه راهو يحرث، اللي ناقص شويه واللي ما عندوش راه ما يحرثش، وراح تخرج بور.